زوين زوين هاك بسم الله زوين زوين وكليني 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 بسم الله عجبك مزيان شحال ها شحال شي 26 الله يرضي 26 هندية الله يرضي ولكن راني بغيت نتعاون معاك تعجبني جو تام اي لاف يو كنبغيها مالك اخويا على حالتك ها مالك على حالتك نصبح وانا داخل الطواليت حاشاك عزك الله ولكن مالك ما خرج والو ما خرج والو اه وقعنا راني معصوم معصوم بقيت كناكل في الهندية هذه حلوة هذه باسلة 60 ريال حبة مليحة يلا شكون بغا شكون بغا شكون قال شكون قال كنت كنمشي عندها نقي لي وكنشوف لها في عينيها كتنقى لي الثانية كنشوف لها في ودنيها كتنقى لي الثالثة كنشوف لها في فمها كنبقيت نشوف شفتها شفت انا كلشي غنوض نوض غنوض غنوض معايا باش نفك لك المشكل ديالك تفكي لي في الطواليط اه ويلي على الطواليط غنوض نوض ما تخافش غنمشيو للبيت غنمشيو للبيت ما ديرش لي داك المخزن وزيد العود حبيبه ديالي عمل الزيت ديالك مزيان شي دابا يلا زيتو ما بقاش الهندي شكون بغى الهندي 60 ريال حبه مليحه يلا شكون بغى شكون بغى شكون قال شكون قال ناري اليوم النهار منكوح يا ربي السلامه ما كاين حتى شي واحد يا ربي ديال الشاوي ديال الخير وصافي لابس الغوص انا غنمشي بقى ناكل في الكربوس بقى ناكل 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 وغنقول لها انا كنبغيك فاش تاخر راه غادي تعصب غتسد كيفاش نتسد انا ما خاصني ناكل انا راه واكل خبز راني نفرش غنمشي نقول لها نقول لها قسم لي وحده ندير وحده فمي ولا يا جو تاني سير سير ما تعطلش انا نتسناك هنا يلا اللي بغى الكرموس زيدو ما بقاش السلام عليكم عليكم السلام مرحبا كرموس عندك زوين عندي كرموس مليح ديال البلاد مين البلاد ديالو ولاد حليز الا انا دكاني ولكن ماشي مشكل شرط الطعام ياك ولد عمي راه دكان ولاد حليز خوت شحال بخاطر نقي ليا ياك مرحبا هيا هادي راه بقى حمراء حمراء من الداخل حمراء نقي ليا زوين مرحبا انت راه بادية في الهندي ياك يا عمو شوية نشوفك هنا نقي ليا بسم الله بسم الله مزيانه نقي مرحبا ما تحبسيش يا وقيلا عزيز عليك الكرموس حسن ما ترانيش مرحبا نقي ليا كلشي غير موجود ما حافظك ولاد الكرموس وعندها الدفار ايوا الشي اللهم نديرو هاد الحفله هادي ولا نمشيو نديرو الحرام الحمد لله على كل حال نقي ما عليكش يا ولاد الهندي الكرموس عندك بنين ياك الله يحفظك ميري 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 مش هالكين طبعا ليه وياك بركة لك ركشي بزاف راني نفرش الخبز ما انت عصام قاع وعدك الزيت عندنا غالي اه اول والله على تعصام 2000 كيلو وبصراحة زيت عود غالي وحتى الهندي تا هو غالي ولا تعصام ترى مشكلة ولا الهندية صبرت تا ولات بلاصة دخو حسبي شحال مرحبا واحد زوج ثلاثة وانا كاين واحد 50 لا لا تحسب ما كان تيق واحد جوج أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 هاك مالك 50 هاي 23 24 25 26 قول بيني 26 كان موسى واعرف بهم ما كتقولبش يا خويا يلا سير الله يخليك الكودا كامله ديما كتكون هنا ديما كنوا غدا باش نجي باش نتحدد معاك ما نقول لك شي كلام الله يعاونك الله يعاونك الله يحفظك وافير هذه الميزه والله يجي باش يتلاشى بحالك في النهار نحيد كاع هاد الكراسه هادو نهارين نطلعو نطلعو شحال 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 شي 26 26 هنديه الله يرضي ولكن راني بغيت نتعاون معاك تعجبني جو تام اي لاف يو كنبغيها واش تقول لي تا سوقك خلصت عليا من جيبك لا ويلا يلا عاود عشية يلا فين هو سفيان سفيان شكون كيفاش شكون ويلي غير انا مالك اخويا على حالتك ها مالك على حالتك نصبح وانا داخل الطواليت حاشاك عزك الله ولكن مالك ما خرج والو ما خرج والو اه وقعنا راني معصوم معصوم بقيت كناكل في الهنديه هذه حلوه هذه باسله هذه حلوه هذه باسله طلعت راسي ضربت 12 27 هنديه
دابا راني اي دابا كاين شي زيت العود. كاين زيت العود؟ ما كاينش في الدار قاعده. عاد شنو غنعطيك الثومه؟ لا ما باغي والو صافي راهي يمكن شي شويه ونرجع للطواليت. بلاتي ويلي هذا مالو؟ واقيلا كلا شي كرموسه عدا ما غليظ. تحيه بزاف يا ربي تجيب رزق هاد الصباح يا ربي تجيب الخير. ودريكم لي عاوتاني. السلام عليكم. عليكم السلام. كرموس صباح الفل صباح الخير. الله يحفظك. شوف الغبرشي كرموس عندك فيه الحلاوه البارح خلاني بلا نعاس. ياك الله يحفظك. ما كاين والله يا ربي ماشي الموجود. واش انت مجوجه؟ لا باقي على الله هاد الساعه. انت انا باقي على الله باقي بلا جواج. مرحبا. يا نديرو شي فشي عاد مرشي. نديرو هذاك هو النهار الكبير. ما كاين ليا ما كاين ليا. مرحبا هاكا ولد عمي. ما تفرانيش ما تفرانيش. مرحبا انت كيف؟ هي راه عجباتك السلعه البارح. عندك الحلاوة عندك الحلاوة في الكرموس. الله يحفظك لينا. تكيس لي على تفارك تكيس لي على تفارك ما توسخيهمش الكرموس زوين حلو. هاكا واش هذا هي هادي الله يجيب لي هزنا منا. زوين زوين. هاكا بسم الله. زوين زوين. وكليني وكليني وكليني. هاكا بسم الله. عجبك مزيان. مرحبا. زوين بحالك. صباحات الخير ديالك. شنو راه باش تبيعي شي حاجه؟ بيعي بالقانون. خويا السلام عليكم. بعدا السيد جاي عندك اليد ديالك ياكل وفرحان وعاجبو الحال وانت مالك اش دخل حمار في اسبوع الفارغ؟ كريميسات كريميسات. شوفي اختي الله يرحم لك الوالدين بقاش شو السيد قداش واش بغيتي راه 160 كيلو راه 160 كيلو. خويا مالك سميتو ضربك بالنفس عليه عشمك الكرامه. بيعي بالقانون بيعي بالقانون يلاه هاك يلا بحالك تقدت واحد عليا ضرتني كرشي ضرتني هادي والله اللي قالك انت فهاد الصباح جيتي طبحتي عليا كنت غادي نضرب بريكول وما خلصني حتى في الكرموس بحال داكشي اللي كلا البارح خلفوا لي اليوم الله يعطيك الغرق انت وياه ما كاينه بلاتي خلينا ناكل كريميسات واش من كريميسات خلينا ناكل كريميسات اخويا الله حتى ديك راه كتنصب عليك هذيك راه كتنصب عليك الكرموس عندها حلو وراه غتقلت لك غتسقط والديك انا باقي ما تعصمتش ولكن البارح دخلت الطواط ما دات والو اليوم غتعصم ها اليوم غتعصم اليوم غطردك هاد الكرش راه ما كاينش بيضاء الزيت العود كاين في الدار انا نشوف مع الخوات ريا كاين الزيت الرومي زيت العود دايره 3000 بالحبيب الحمد لله بخير كلشي مزيان الحمد لله لاباس عليك الله كي داير معاك سيدي احنا غاديين بنتك كتكلفط وكتعافر مع الوقت اش غنديروا الصبر وصافي دي كورديه تبارك الله واش غندير الحمد لله الحرام يا ربي امين والدك الله يرحمها اللي كانت كتقولها كتقول داوي التراجع ماشي ولد التمرض انا نقولها لك باباك اللي على قيد حياته بنيتي والحمد لله البركه فيك الوالي واخا هذا المجتمع هذا لا لا ما كيرحمش والله كنتي كبر ما تخافيش مني قضيت ديك الكراسه اللي كنتعرضوا فيها للتنمر كنتعرضوا فيها للتحرى واش راك عارف المجتمع ديالنا خايب وما كيرحمش شكون غادي يقادمني انا ويصرف عليا من غيرك بنيتي كون ما بقيت كنفهمش العزازه وابا داك الشيء اللي عندي ولا تشدو عينيه غنهزك فوق راسي والله الا ما قدك هذاك الشيء غنهزك فوق راسي عارف بنيتي عارف الله يحفظك من ولاد الحرام وزرتهم دايما معاك بنيتي اودي ولاد الحرام هما اللي كاينين يا ربي تسهل علينا من هاد البلاد هادي نمشيو لاسبانيا ولا نمشيو لشي بلاصه نتشرفو فيها نستاتي بالشيبه مرحبا الوالي ايه بلاشي اش كاين تمك انت شوف يا بنتي كل مره عطيتهم لي عاون باه دير باش دير باش تقبلك بنتي راه عادي راه عادي بارك بنيتي صافي راه ماشي موظفه انت راك عيان لا خاصك الدواء هكا تهدي ماشي مشكل هانتبدل هانتبدل لا 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 جمون فوفك هكا وباش تشري السلعه ديال الكرموس عندي ماشي مشكل خليفه على الله انا غادي نوض نشدك ميساجاي شي بنيتي ونمشي لهذيك الكراسه خليك الكراسه الحمد لله كون بغيت تكون ضايع مع الدريات تولد الاصل الله حمدك شكرتك يا ربي والله الا كان خصني نشريها بليغون نمشي نسخنها عظيمتي في الحمام سير بنيتي انا مغطيك برده ومفرشك برده اح يا ربي اللهم لك الحمد جيبولي ما دمتي واه جيبولي ما دمتي جيبولي ما دمتي نديها صوبيتي واه جيبولي يا ميرا جيبولي يا ميرا جيبولي يا ميرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم اخويا شاد الدخله خصني تعجبيني والله العظيم والله ما باغي نتفنن راه ضاعري طوموبيلتي لاباس عليا نعيش في النعيم
خويا انا ما كتعجبنيش وما كنحملكش وما كنطيقكش، واش ما عندك ما يدير؟ ما عندك لا جريه لا والو، كل صباح كتبعني بحال هكا، وزيدون انا كنبغي واحد اخر. راسك انا ما عمرش ولا قالت لي انت ما كتعجبنيش، ديما كنعجب هو انا، وانت دابا كتبقى معايا فيا بحشومه شحال. ما حيتش حاس براسك، هذوك اللي كيعجبهم الفلوس والماتيريال ما كيعجبوكش جمالك، اصلا راك ما زوينش، راه معذب راسك. وشكون اللي كتبغي انت في حياتك زعما؟ علاش باش نمشي انا؟ انت مالك اخويا صافي شغلك. ما داكشي ياكل عند الكرموس داك. اه هذاك اللي كياكل عندي الكرموس كنبغيه وكنحماق عليه وانت مالك. ولكن والله الا كنتي سمعتيني كتحلف او بار تيق فراسي. احنا غنشوف. ايوا بقا يدير القطعه ديالي غنشوف. الله ينعل لي ما يحشم. اذا بغيت ندمي راه واش الزين كاسب واحد ما يسيروش ويلا غدي يدير ويلا. الحمد لله. سلام. كيداير السيد لاباس بخير؟ الامور شكون انت؟ انا واحد السيده خوتها وحكوا لكم واحد السيده كتبيع الكرموس وغنصحك في سبيل الله. فهمتي ديك السيده مسكينه كدير داك الشيء ديال البروفيسوار تبيع الكرموس وهي اكبر شفاره واكبر فهمتي ما نكذبش عليك اخويا تنصب واحد الكرموس ديالها اصلا كنحس بيه ضعف لي كلشي وراه داك الشيء اللي قلت لك راه غادي قلت لك راه تقتل بنادم هذيك قول لي نقول لك عندك شي وحده راه داري احسن منها؟ لا مالي قلت لك انا كنبيعهم. هو انت شي كتقول لي هذه الهضره هذه؟ هو صدق على راسك انا لقيتي فيا انا ولد خالتك وانا نصحتك وانا نصحتك شي دابا قول لي انا ولد خالتك لا ودعمتك لا خوك واش هادشي لا لا علاش قلت تنصح فيا؟ واه بنتي انا باغي نموت عيش بنتي يدري ويش لا ما داروش انا اكبر ولد حرام تتصنت صح؟ اه واش هو هاد الكلام كنبغيها وكنموت من الاخر هذيك السيده قال لي باغيها ياك؟ اه داكشي علاش جاي تقول لي باش نبيعها منها باش نتزوج بها؟ ما غاديش تصرف ليا صافي غنجبنيش اسمعني نقول لك واحد الكلمات شتي هذيك المدام ديالي مستقبليه اللي عاد بعد من يان خلي ضربو هو حق الله العلي العظيم الا كانت لك وتعجبتي ولد غادي في الشرطه يفهم الا ما نحيد لك رجليك راني ماشي راجل جاي قدام دارك هذا تبيع تطلق الله تنخلي ضربو الكاميرا عندكم باش نخلي ضربك بالله شوف نعطيك على خويا خلي ضربو يا الشفاط هذا مين جاي هذا مين واقف حدا دارك كيهد فيا خويا المهم تمام تمام لا 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 كلشي كلشي ناري واقيلا تعصمت يسرى 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 خويا سفيان يسرى 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 شيت ليها خويا سفيان خوك خوك كون شفت نفخات واقيلا تعصم بقى كياكل في الهندي في الهندي حتى تعصمت يا سير كل هندي كل هندي تاش درت في تاكل شي هندي مشيت عندك مولات الهندي كتعجبني وكنموت عليها كنت كناكل الهندي باش نتقرب ليها وهي جبداتك نيت فوق السرير دابا انا كنت كنمشي عندها نقي ليا وكنشوف ليها في عينيها كتنقي ليا الثانيه كنشوف ليها في مدنيها كتنقي ليا الثالثه كنشوف ليها في فمها كنبقيت نشوف شفت شفت انا كلشي قبل الهندي تبقيت راسي كليت 50 هنديه ويلي اخويا بقيتي فيا الصراحه اش غادي ندير دابا اش غادي ندير انا غنمشي ليها بعدا ندك باباها نوريها ودابا اش غندير باش تفك غنشوف اش غندير لك المخزن وزيت العود هادشي اللي غادي ندير لك لا مخزن وزيت العود لا واش بغيتي لا 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 لا, لا. لا 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 اختي لا ها اخر يومي كاس كادو دقي يدي المخزن وزيد العود واش بغيتي ندير لك نخليك هكا تبقى توجع عليا شوفي ليا شي فونيده تفردت ليا هادشي اللي في كرسي فونيده دابا عاد بنت لك فونيده ما خدتش بيتي لك معايا ياك لا 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 انا غنمشي عند باباي الاولى اش داري ناكل هندي يلا دابا انا هذيك نتسنى فيها باقي كاع ما جاب لي الفايج ديال الكرموس شحال الساعه واحد السلام عليكم مولات الهندي عليكم السلام اختي شحال بالخاطر شي حاجه اه بطبيعه الحال خويا ما بالك اخويا في البلان ياك عصمتي لي وخليتي لي في الدار انا اختي جددت لك مالي اش بيني وبين خوك واش الدخله هادي اجي نقول لك تقول لي اخويا مالك غليظ اه اختي غليظ واش اللي باه فمك بقى كل نهار مسكين كيجي ياكل من عندك الهندي حتى تعصم ليا في الدار ويلي على تعصم ودابا كيبقى اختي شويه انا كيجي كيدبر عليا كنعطيك راه ميساج وكيمشي بحالو هادشي اللي كاين اصلا بيناتنا معامله اخوك الله يعمر هضر ما بيني وبينه غير الخير والاحسان شي خوياك ما كانش كيبغي يكون وريتك واحد الوجه ما غاديش يعجبك ولكن ماشي مشكل كيفاش كيبغيني وعلاش ما قالش ليا اه حيت كيبغيك داكشي علاش كل نهار خصو يجي عندك ياكل كرموس عطيه الاتصال اختي كيبقى شويه مريض مسكين معصوم محطوط ليا في الدار يا ربي تشوف من حالو عافاك الا كان ممكن وريني داركم نمشي نشوفو حيت صراحه داك الدري كيتعامل معايا وديما كيعطيني بالمئة بالميتين وناكل خرا ولد الحرام اختي ايوا مزيان ملي عرفتي راسك بعدي منو عطيه بالتيساع انا جيت عندك باش تبعدي منو كتفهمي اجي اختي غنفهمك
هذيك ديره ديره كي الجنيه قالت لك تعطيني في هضره من الصباح والقرطاس خويا ماشي بحالها راه كيقولوها كل دار فيها كي دار امشي مسكين نشوفو ونبقى واقفه لي حدا الدار حتى يهبط ونسلم عليه ونهضر معاه حتى انا نعترف له بالحب ديالي. ساعتين ما كنتسنى فيه باقي ما باش عاد شكون عطاتني هلا ديسه غالطه. بنتي السلام عليكم. سلام لاباس بخير. والله الا مريض مريض قالت لي يسرى داك الشيء اللي طرالك صراحه اسمح لي انا السبب والله انت السبب انت السبب راني مريض هادي 3 ايام ما دخلت الطواليت حاشاك هذاك الهندي ديالك حلو وعصمني عزك الله ودابا كيفاش كتحس بعدا بخير كنحس بداك الشيء عندك كيضار بيا في الكرسي انا راه كنمشي للطواليت ما والو والو انت شوف زيد العود ما كاينش في الدار عندنا غالي وانا قلت لك هذيك النهار مسخوط الواليد انت كتقلب عليها انت انا لقيت لك الحل. شنو هو الحل؟ غنديك عند واحد السيده هي اللي غتفك لك مشكلتك صافي. شنو غادير لي السيده؟ وتمشيو عندها وهي غادي ما تقوليش هي زيت العود المغزل انا ما عنديش مع داك الشيء الله يرحمك الوالدين. لا 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 ما كاين والو راني مريض راني مريض راني مريض وكتعجبيني كنتي كتعجبيني وكنمشي عندك ناكل الهندي حتى وحلت اش كاش داني شي حب هذا كنعجبك علاش ما بغيت نقول لك ملي كنبقى ناكل في ديك الحلاوه ديال الكرموس كنسى كل شيء. كتاكل كرموس ولا ملي كتشوفني كدوخ كدوخ ما كنقدرش نقولها لك نسى لي كيتلوى جو تام بيبي جو تام يلا فين عديني موسي مون امور الي اوني يلا يا ربي ما قاريش هضري معايا بالعربيه ما تهضريش معايا بالفرنسي فين غنمشي فين غنمشي غنمشيو عند السيده دابا السيدة اللي غتفكني علي غتفك ياك هذا السيدة ماشي سيد لا لا غتفك يلا 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 زيد شكون؟ أهلا خالتي أهلا بخير أختي كبيرة لاباس عليك هانية هانية ماشي مزيان دخل يا سفيان أي أبشوي 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 عائلتي خالتي ماشي يا سفيان ها؟ كيف غادي؟ غنمشي نوريك الكوزينة باغا ندير معاك واخا يا سي سفيان فكوني اجي اجي مي طايحة في واحد المشكل ماشي اللي غتفكيني عفاكتي فكت الميحل انا ريق ما كاين باس اش واقع دابا هذاك اللي عند الكرافايات دابا انا كنت كنعجبو كان كيبغيني وكان مسكين كيبقى ياخذ من عندي الكرموس بزاف بقيت ياكل حتى تعصب يا مهمتي 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 ودابا انا ياك جيت عندك وانت هي عارفاك اي حاجه كتحل ليها وتبارك الله كاينه البركه في يدك بغيتك دير لي الزيت الهود وديك الوصفه اللي كدير للناس ياك كيجي من عندك وتفك ليها الله يرحمك الوالدين واختي ولا مات ولا ما عرفت انا كي داير دقات القلب ديالو ما عرفت كي داير حالته وما عرفتش الفونسيون ديالو شوفي غادي نديروها في يد الله ياك عاش هو هذاك مات راه كلشي غادي واش باغا تصيفطيني يا بنت اختي للحبس كنت راك عارفه الوالد الله يرحمها خلاتك عليا تقليد وامانه الله يسهل عليك شوفي كديري ليا وصافي كتجيبي لي عالك حلات اش غنقول شوفي غير هاد المره الله يرحمك الوالدين يا ربي غير هادي دوز علينا وما نعاودش فوقها ما نعاود عافاك شوفي كدير وصافي اش غنقول لك راه جيتيني عزيزه وغاليه وما راه ما ندخلش لهاد الشبوقات صافي طقي مني صافي الله يخليك ليا يا ربي طولي في عمرك اخالتي الحبيبه شو مسكين ومالي بقى فيا كاس كيتوجع ويلا يلا نبالي يلا زيد يلا اي 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 صافي اسكت 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 صافي اسكت غنحل لك هاد المشكل كلشي غادا كتنفخ ايوا انت بركسي لقيتي الكرموس حلو بركسي هذا ماشي مشكل انا قبل الحبيبه ديالي كنبغيها تعصم انا تعصم انا راه كنبغيها واعترفت لها بالحب ديالي ولكن في الاخر تعصمت الله يخليك ليا هذا هو الحب هذا هو الحب ونوض نوض ونوض ونوض معايا باش نفك لك المشكل ديالك فكي ليا في الطواليط طويل على الطواليط عا نوض نوض ما تخاف غنمشيو للبيت غنمشيو للبيت ما ديرش هذاك المخزن وزيد العود لا ويلي على تفكيني بطريقه حبيه صافي ما تخافش يلاه نوض زي خالتي تكايسي عليك تكايسي هاي هاي على الاخرى يا ربي ربي كاين شي شمول ديال الخاف صافي مشينا فيها الله الله اش غنقول لك اش غنقول لك هاد الدراري مات عليا مات عليا مات عليا انا اللي كبير باش ما طرات لي شي حاجه صافي مشينا للحبس انا اللي تكيت وقرا في عاوه راه هو عسخف ولكن انا غير انا كذلك انا سخفت واش باقي حي لا راس حي مالو
غنقد العفريت مالهم اي ماس يا ماس ليدي يا ماس ماس العمليه تمشي بنجاح وايه ما فكيتو عبزز عبزز تيش واكل هذاك واكل كاياس واكل الحجر اش كاين اش كاين واش قلت قلت الخنشه ناري ناري قسني 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 بعدا انا ريتي هادو راه ماتوا عليا عطي واحد يحمل خالتي عاوتاني خليها اللي جا عطيه الكرموس اللي جا عصميه والله وجيبي لي انا بلاد كان كيدير هادشي كامل حيت كيبغيني وكيموت عليا داكشي علاش وضحى على حياته رقب لي انايا ايوا شي وتهلا يفيه مسكين تهلا يفيه ودار وراك ودابا بين تغيف متى الغدا راه ناعس دابا راه حيت سخف ونعاس برك يشخر عليا خليه انا لا تنغدا يستريح نشوفوا القضيه كي كي دايره وين ما فاقش هو اللي على ما يفيقش راه هو كي كيتنفس وكل شيء راه مزيان شي دابا خير ولا خير شوفي هنا غنبقى عندك بطن باش هنايا تنفيقو ونديه معايا اختو راه واحد الجلاخه انا ما كتفاهمش ايوا راه سال غدا انا غتباتي عندي ماشي مشكل لا ماشي مشكل بات عندك المهم انايا هذيك الجوج ديال هميده تفيق راه ديك لاعس ديالو ما دخلتش ليا ناصي خالتي وانت راك عارفاني انايا انا راه ما قد على اسم جسمي شمك شنو سميتي باك ايوا اختي نوضي سيري جلسي حداه حدا راسو تيفيق سالو كان يفيق هي بعدا خليني غنوض اختي نماصي عاه الدراري نوضي ضروني والله عيت هذا نظر انا غد نوض نشوف نيري نيري انا اللي تشكي لي شي نشوف زمان سفيان حبيبه ديالي عمل الزيت ديالي مزيان شي دابا ما بقاديش كتبيع الهنديه ما بقاديش كتبيع الهنديه وليتي معايا دابا وليتي مراتي وليتي بخير ودابا انا راني فرحان ودلك العصيم ديك المره فكاتني ايه الله يجازيها بخير انا فرحانه حيت معاك والله العظيم والله العظيم انت انا فرحان احسن ايام في حياتي بعد ما مات ديالي ياك وما يجيكش بحال هكا انا كنتمنى طولت عمرك مازال ان شاء الله انا كنتمنى حبيبه الموت بعدك لا 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 لا